ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل تورته اللحمه المفرومه، طعمها روعه وجميله جدا. طبعا انتم مستغربين تورته ولحمه مفرومه، ويلا نبدا في الفيديو عشان ما تكونش تتحيروا كتير، ويلا بينا. دلوقتي عندنا طماطم متقطعة شرايح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بصل مبشور حوالي بصلتين، وبقدونس متقطع، وهنا عندنا اللحمة. انا كنت جايبة نص كيلو لحمة مفرومة، هنقلب عليها البصل وبقدونس وهنقلب، وبعدين هنضيف التوابل، فلفل اسمر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وملح، وبعدين عندنا صينية هنرص فيها الطماطم اللي احنا قطعناها شرايح، وبعدين هناخد اللحمة المفرومة نحطها فوقيها فوق الطماطم اللي احنا قطعناها، وهنفردها ونسويها كويس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم الاكله دي طعمها جميل جدا وسريعه، يعني مش هتاخد منك وقت خالص. بعد ما سويناها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هنحط برضو طبقه تانية من الطماطم على الوش، لما خلصنا ورصينا الطماطم اللي على الوش هنضيف حوالي نص كوبايه ميه، وهنضيف معلقة سمنة زي ما انتوا شايفين او زبدة، وهنحطها على النار، على نار هادية مش عالية يعني وسط، وهنغطيها زي ما انتوا شايفين كده. قربت تستوي كده، بعد ما قعدت حوالي ربع ساعة على النار هبتدي ان انا احطها في الفرن تحت الشوايه، ودي بعد ما طلعت من الشوايه. وهبتدي ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين كده، هتقطع كانها تورته، عشان كده بقول لكم تورته اللحمه المفرومه. بصي الجمال والروعة، شكلها تحفة وطعمها أجمل، ويا رب تعجبكم. بالهنا والشفا.